ورحمة الله وبركاته. ازيك حبيب قلبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين بفيديو جديد يا رب يعجبكم. وهو ايه بقى؟ المكرونه انضم، مش مكرونه بيدلعوها يعني. والله العظيم انا صحيت برضه زوري تعبني، ما عندكوش حل للزوري ده. المهم ما علينا، ما قدرتش اكل سمك النهارده، فقلت لكم اكل حاجه خفيفه، فقلت ان اكل انضم بس هي معايا تحدي. فانتوا بتحبوا الانضم، بتعشقوا الانضم زينا كده. بصوا بقى، البوله الكبيره دي سخنه مولعه، وبقى ايه، فاضي عندنا جمبري برضو، فقلنا ناكل مع الاندومي جمبري. كل واحد حب الجمبري كده يمصمص فيه ازازه يعني. ازازه. يلا احنا بقى دلوقتي هناكل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الشط. من الشط حط كم كيس؟ ايه يا سيدي، طب خش وقف ياسين، الراجل بقى مش فاضلنا النهارده. وطي ايدك اهم حاجه، مش هنطول عليكم الفيديوهات، مع اني والله العظيم الكومنتات كلها على فيديو السمك. طولي الفيديو، احنا عايزين فيديو طويل، بس علشان الناس التانيه برضو ما تزعلش الفيديو بيبقى طويل، عشان في ناس بيبقى معاها باقات فهنقصر الفيديو شويه. صراحه بنعمله طويل قوي. فضا وحش. فضا، وانا فاضيه جدا. انا مش حد افضى مني اصلا، على فكره انا مرخره حرقتني. طب انا موطي خالص اهو، انا من كتر الفضا اللي انا فيه بحس ان انا عايزه انط من الشباك. طب ايه، هو كده خلاص؟ اه هحطك كيسين. كيسين فين دول؟ هما دول كيسين والله. كيسين بس؟ بقالي ساعه بفضي في كيسين. طب فين انا بس؟ فضيت كام كيس اهو. طب فين الباقي؟ شوف تحت ده كده هنحتاج ياسين. مفيش تاني بجد؟ انت ايه؟ انا حطيت اربعه. طب يلا يلا. ايه؟ لا يتولى هيقول. انت عارفين بقى، انا بعشق الاندومي صراحه، بعشق. انا مش عارف اقلب بصراحه، ما شفت طريقك على عيني. هو قرى عليا في الشطه باين ولا ايه؟ طب انت جايبه شويه بس اي حاجه كده، بنحب نطلع نعمل عليها تحدي عشان نبقى معاكم يعني على طول. على فكره انا عندي اندوم اكتر منك. ملحي ده تاكلي كمان على طول كده؟ ده لسه عاوز ساعه يبرد. انا كنت ولدت تفصص الجمبري، بس هي عاوزه تخسرني فمش عاوزه تفصص. تقولي فصصي الجمبري وحطيه في قلبي. حطيه في الاندومي. ايوه انا بشوف وأنا الصينيين بيعملوا كده. وانا هاخد وقت، وكمان هو انا عايزاه ياخد هو وقت. الصينيين بيعملوا كده. ده هقلب ازاي؟ ايه ده؟ وانت عندك اكتر صح؟ ضمير. في ناس بتقولي ما تنفخيش في الاكل، بس بجد ما ينفعش ما تنفخش فيه. سخن جامد، سخن جامد. فاق العين بايه؟ دي البنات بتاع كل فيديو. والله العظيم ده انا جايبه لها رش الدبان، دبان في كل الدنيا، مش عارفه في ايه. انا قلت عندنا احنا بس. لا مرات اخويا برضه قالت لي ده انا عندي دبان رهيب، مش عارفه فيه في الدبان. الشطه مش كتير بس سخنه قوي. البلدوتي بتاعنا بقى، لا بس ربنا، انا عايزه اجيبه والله. في ناس بتقول لي اعمل الاندومي الحار، اللي هو اسمه ايه، مندوليز ولا اسمه ايه؟ مندوليز. على المهم يعني هو ده، بس انا مش عارفه هو بيتباع فين. ده انا هخش في الجمبري، اللي يعرف بيتجاب منين يعرف، لان الاندومي سخن انا مش عارف اكله وهو سخن. طب بسرعة بقى مش عارفين نطول الفيديو. ماشي. والله فيديو السمك ده كنت عاملاه 31 دقيقة، خليته لكم 22 ولا 21 بالعافية. جريت منه كتير، وفي حاجات بنتكلم فيها كده رحت قصيتها برضه بصراحة يعني.
لا انا اكل الجمبري سخن قوي. هاتي الجمبري جميل قوي قوي قوي. ومعاك كمان في التتبيله من امبارح، حط في الثلاجه طعمه طف. تسلم ايدك يا ابو سمير. بالهنا والشفا يا ابو سمير. صحة يا سيد المعلمين. في حد في حبيب قلب ام احمد من لبنان بتقول لي اللي هو عندهم في لبنان ب 50,000 ب 50,000 الجمبري، ومش اسمه جمبري، اسمه حاجة تانية كده معرفش اسمه ايه، قالت لي عليها مش فاكراه. ليه بقى ب 50,000؟ مش عارفة. الجمبري احنا عندنا ب 150 الجامبو الكبير. فرق العملة. هو كان ب 200، كان ب 220، اما لقيته صراحه ب 150 وحلو ولسه جاي بقى وجميل كده وكبير رحت جايبه منه. يعني ما جبتوش عشان اطالبه. اما انا جايباه لمين يعني؟ مين احنا؟ احنا جايبين لنا كلنا. احنا كلنا بنحبه اصلا. يعني لو لقيتيه ب 200 مش هتجيبي؟ لا. صراحه لو لقيته ب 200 جنيه كنت هتجيبه. فرق ال 50 جنيه؟ اه. حرام يعني كله جمبري ب 250، هو حرام برضه ب 150، بس احنا بنجيبه كل فين وفين يعني، مش بنجيبه على طول. بالله عليك بقى ما تنسونا في اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان الايام اللي جايه ان شاء الله ننزل لكم فيديوهات جامده باذن الله. ورمضان بقى والسحور والفطار. رمضان بقى جاي ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين كلكم. يا مسمر ده لو في بقك ده متشجعنيش خالص. على طول بتفهمني غلط. انا عندي روس احلى من الجمبري. الروس بيبقى فيها صوص جميل قوي. بس كده بعرفك. طب كده ده من غير بس بعد الجمبري ده واحد شبع. بس الجمبري. انت بتعمل دي؟ نستنى الشعب اللي ناخد من على الوش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصرف ان شاء الله. ما تقولش ده عشان عم تشوفه. قلت لك مش عايز اقاوم. لا ما قلتلكش كده. ما قلت ليش؟ طلع من العقاب فيك. مش عارف الناس عاوزاكي عاوزاه ايه؟ اه في ناس عايزاني العقاب بتاعنا نقعد نحكي يعني. الفرع جميل قوي. الواحد عارق. على فكره احنا مش بنجيب الاندومي على طول، ده احنا من بقالنا 5 شهور كده من ساعه اخر فيديو عملناه ما جبناش الاندومي. بس طالما جه النهارده بقى تلاقي كل يوم عايزين ياكلوا اندومي. احنا كنا الاول بناكله على طول، نفوت يوم كده وناكله، نفوت يوم وناكله. الناس بتقولي بقى ايه دي بتبلع الاندومي مش بتندخ. الاندومي اصلا مش محتاج ندخ، وبعدين انا بندخ. ما تشغليش بالك يا ابو سمير. لا ده كده انا سخنت قوي. انا جسمي سخن خالص بتاع سخن وحراق والدنيا حر. الحاجة مش عارف اعمل 10 في اكياس ليا وليها وليه. طب والله فعلا عامله ما شاء الله الله اكبر 10 اكياس، بس مديه لكل الاولاد كل واحد شويه. بس حاجة في الاندومي الواحد باكل منه ما يحسش لو بياكل. بس سخنة اوي. تخلصت. بلاش كلمة تتخلص.
الصغنون بتاعت الواحة سيدي طلع في وشي. فعلا احتاجين نشغل مروحة، بس المروحة بتعمل صوت جامد في التليفون. خلينا نعمل مروحة اللي جوه بقى عشان الصوت داخل خلاص. والله عندنا مروحة تشيبة لسه جاية، كنت لسه جايباها وجايباها والله العظيم بألف ومية، ما عادتش عندنا شهر، ما كملتش الصيف، كانوا الاولاد ده موقعينها في الارض وكسرين المراوح بتاعتها، كانوا مفكرينها حصان غالبا فكانوا راكبين فوقيها. المروحه كانت جميله والله. طعم جميل خالص كده تطلع النور. انا اكل بس مولع. اه انت خلصت يا باشا، شكلك انت اللي هتعمل عقوب. بلاش القر دوت عشان احس ان انا بجيب من كل حته. بحبش الاندومي بارد، عايزين ناكله سخن، فعملته واحنا لابسين. اه ولعت في بقنا. احمرتي كده ليه؟ ده كمان سخن قوي وحلال قوي وفظيع. هو فعلا انت عندك اللون الاحمر حتى بعد كده ده حلو كتير. انت عارف مش هتغير قوي. انت كنت بتسال عليها. الحمد لله عرفت قصدي. يا رب يا رب. انا كنت مش عارف انا خلصت على فكره. اهو انت دول خلصت وخلاص؟ فين من ايه المأكولة اللي قدامك دي؟ مش هتغير غير بالمعلقة ومش معايا معلقة. انا اللي خلصت اصلا. فين ده؟ انا خلصت. انا خلصت. عندك مكرونه ما تخميش. لا والله العظيم. مش مشكله خلصت خلصت مش ايه. جرب السخونيه بجد. مش خلاص الاجره والله انا كمان. السخونيه نور. اه يا ستي. اللي قاعدين شغال مروحة، حد شغلنا مروحة. شغلنا المروحة. احنا هنشوف هنعمل ايه في وشنا كده. بس انا لسه جعانة والله صدقوا تخيلوا. خد. لا. كنت هتدويهم. لا. خلصت يا حبيبي. ايه ده؟ سلطانية؟ اشرب. لا مش هشرب لا. الله. هنشوف هنعمل ايه يا خوب. نرجع لكم ان شاء الله. نرجع ناكل عقاب. مش عايز اسال العقاب ايه؟ ولا عاوز اسال ولا عاوز اعرف ولا عاوز اعمله اساسا. انت عارف هو ايه؟ انا مش قادر اخد نفسي من السخونه بتاعتي. اه انا معدتي وجعتني قوي والله العظيم، حبه الاندومي اللي انا اكلتهم دول معدتي مش قادره اقول لكم. قمت خدت برشامه لمعدتي وقلت بقى اقعد معاكم شويه كده. اروح ما عمال يقول لي العقاب ايه؟ بس والله يعني قلت له اما نقعد هقول لك عليه زي ما هما بيعمل فيه. طيب اللي هو ايه يعني؟ هيغني لكم اغنية. مين ده؟ هتشوفوا قد ايه صوت احمد جامد. الله يسامحك. هتشوفوا قد ايه صوت احمد مش قادرة اقول لك كروان. احكي حكاية احسن. كروان لا غني غني. لا غني. غني ايه يا ست؟ غني امونة. اخر مرة زمان مثلا؟ امونة. امونة بعت لها جواب. امونة مين؟ طب قول فريالة بعد كده. سلمى بتغني لكم. اه ما
لا اغني. لا 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 والله فكرتيني. غني لا فكرتيني مش هغني طبعا. بصوا بقى بصوا بقى، عمال اقول حكايه يقول لي لا انا مش فاكر، انا مش قلت له غني افتكر. والله افتكرت حاجه عن الغنى زمان، كنت مثلا ايه في خمسه ابتدائي. لا انا عايزاه بقى يغني. كنت مفكر نفسي عبد الحليم حافظ، كان فرح حد من قرايبنا والله العظيم، قلت لهم اغني. طلعت غنيت، كان فرح مسرح وكده، طلعت غنيت. غالبا الفرح ما كانش هيكمل يوميها والله اللي حصل مش فاكر. كلهم ضربوه بالعصيان والله العظيم. كده ابويا الله يرحمه قلت له يا بابا انا عايز اطلع اغني. يا ابني هديك رديك، قلت له هي اغني. كنت ايه كانت اغنيه ايه كانت اغنيه لمين؟ كانت اغنيه لمين يا رب؟ الفيديو كده هيبقى نص ساعه. لا لا انا مش هغني كده كده والله. لا 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 مش يا احمد خلاص انا عملت والله خلاص. لا انا ماليش دعوه دعاكم ابي يا جدعان. هو ايوه ما قلت الحكايه اهو، قلت الحكايه. حكايه كانت اغنيه بتاعت كانت اغنيه بتاعت ايهاب توفيق، كانت الاغنيه دي لسه طالعه ايام ما اعرفش بقى الاغنيه دي كانت سنه كام. كانت ايه بتاعت ايهاب توفيق. طب غنيها لنا. طيب انا استني بس انا افتكر بس اسمها ايه، كان اسمها ايه؟ انت مش عارفه حاجه، انت مش واخده بالك، خوفك مني وظني، اوهام عايشه في خيالي، بس مش فاكر الاغنيه اسمها ايه. غنيها بقى. اغني مين انا مش فاكرها. غنيها. لا 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 مش هغني خلاص بكده. رخم قوي. بكده حلقه النهارده خلصت. لا غني الحلقه ال 50 بعد ال 100 الاولى في ال في ايه كان بيقول ايه بتاع بيقول بكره. استني غني بس. لا والله افتكر. لا خلاص كده يا رب يكون الفيديو عجبكم. لا غني انا هختم اهو. غني انا هختم اهو ده عقاب اهو. غني عم. طب غني الاغنيه اللي غنيتها على المسرح. والله ما فاكرها انا فاكر الحته دي. انا هطبل له وهو يغني. يلا ونجيب سلمى تقف ترقص. اسمها ايه؟ سوسو هتسكر وانت هتمز يا ابو سوسو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تزيدوش في اللايك وما تعملوش اي لايك عشان هي بترخم عليا اهو، عشان ما ارخم عليها حدش يزعل. انا عايز اسمعكم صوته الجميل، صوته الرائع. هسمعه لي كده وانا بشخر كمان شويه. هو ده الصوت اللي بقولك عليه شخير. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. لا ما تنساش في اللايك، وخش شوف الشطاره في المطبخ بعمل لكم في حاجات حلوه تعجبكم ان شاء الله. ما تنساش بالله عليكم في اللايك، دعمونا باللايك. حاول تختصر يعني. وفرحونا زي احنا بنفرحكم كده ونضحككم، وفرحونا باللايك اللي انتوا بتعملونا. يلا يا حبايب قلبي استنوا في حاجات تانية كتير ان شاء الله. يلا سلام.